نحن اليوم صار لنا أكثر من 40 يوم بدون كهرب، ووضع الشعب بالوقت الحالي مأساوي نتيجة القصف المتكرر للجيش الحر والجهات المدعومة من تركيا. الشعب يعاني، ما دام الكهرب مقطوعة فمعناته مي ما في، ما دام مي ما في فمعناته حياة ما في. اليوم بدون كهرب ما في حياة، لا ضوء لا كهرب لا مي. فالشعب بهالمرحلة هاي يعني عم يعيش معاناة صعبة نتيجة الكهرب، والكهرب يعني هي مقومات الحياة الأساسية. بالنسبة لخط مزري زرقان، حصل العطل ليلة رأس السنة بداية عام 2021، يعني أكثر من شهر وخمسة أيام لم نستطع أن نقوم بصيانة الخط، لأن الخط يقع في منطقة الاشتباكات، ولا نستطيع الوصول إليه إلا عن طريق التنسيق مع القوات الروسية ودخولهم معنا في إلى المنطقة. وتم التنسيق 6 مرات على التوالي، ولكن لم نقم بإصلاح الخط لعدم دخول القوات الروسية. والقرى التي تضررت من هذا الخط حوالي 45 قرية من خط الزرقان لمدينة بلدة أبو راسين. هذه المرة الأضرار كانت أكثر من المرات السابقة، مسافة كيلو متر ونصف حصل عليها أضرار من انهيار الشبكة وانكسار التسليحات والعوازل الكهربائية.